السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده مناسب للبقاء، بمعنى ان احنا عايزين نعمل فيديوهات قصيرة جدا لا تتعدى دقيقتين او ثلاث دقايق، وتبقى جودتها بسيطة لحد ما، علشان الناس تقدر تتفرج على اليوتيوب من باقات الانترنت. علشان للأسف في ساعات ناس بيبقى في الشغل بيبقى نفسهم مثلا يتفرجوا على الفيديو مثلا او اي حاجة، مش لازم فيديوهاتي انا، فيديو اي حد، بس للاسف هو خايف ان لما يجي يتفرج على الفيديو على اليوتيوب يعمل الاستريمينج يمشي ياكل من الباقه بتاعه. فالفيديو ده اسمه مناسب للباقه، ان هو انا ان شاء الله بدايه من النهارده باذن الله ان انا هعمل لكم كده زي بلاي ليست، زي سلسله فيديوهات كده اسمها مناسب للباقه، فيديوهات كده سريعه جدا. انا دلوقتي 44 ثانيه، فيديوهات كده سريعه جدا ان انا اقدر اتكلم عن اي معلومه في السرعه، وفي نفس الوقت الناس ايه تقدر تشوفها وما تخافش من الباقه. ممكن تاخد من الباقه كلها 2 او 3 ميجا بس كده الفيديو ده. واتمنى يا جماعه، اتمنى بعد اذنكم ان انتوا اي حد نفسه يشارك فيها، اتمنى يا ريت لو من بلدان العربيه المجاوره طبعا لينا اخواتنا طبعا، او من مصر، يا ريت يبعت لي الفيديوهات دي. ان شاء الله هحط لكم الواتساب بتاعي تحت، تبعتولي لو انتوا عايزين تخشوا في السلسله دي، اسمها سلسله اسمها مناسب للباقه. مناسب للباقه اللي هو ايه؟ حضرتك عايز تعمل اي فيديو ليك انت، حتى لو مش عايز توري صورتك للناس، تحط الفيديو مثلا بالنسبه على ساعه، لو احنا بنتكلم عن الساعات او عن تخسيس او عن اي حاجه تتخيلها في الدنيا دي كلها، حضرتك تروح مطلع الموبايل تصور الحاجه اللي انت عايز تصورها، او عايز تصور نفسك تقول معلومه مثلا مفيده، تعملها تبعتها لي على الواتساب، ارفعها عندي على القناه. شكرا جدا، وتبقى القناه بتاعتكم كلكم. شكرا جدا لكم يا جماعه، الفيديو ده مناسب للباقه. شكرا جدا لكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واتمنى يعني تشيروها من بين الناس، بحيث الناس اللي عايزه تبرودكاست هير سيلف او برودكاست هير سيلف، اللي هو ينشر نفسه او ينشر معلومات ليه، يا ريت يا ريت يا ريت يبعت لي الفيديوهات. انا هحط لكم ان شاء الله الواتساب يا اما على الشاشه دلوقتي او على او في الديسكريبشن تحت، يا ريت، وان شاء الله تبعتوا الفيديوهات. شكرا جدا لكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.